يوم الجمعة بإذن الله ننتظر دائما أجواء غائمة مرفوقة بأمطار على فترات، خاصة نحو المناطق الوسطى والغربية، رياح قوية على كل المناطق الشمالية. الأمطار ستلتحق خلال الظهيرة نحو المناطق الشرقية، تراجع لدرجات الحرارة، أجواء مستقرة على العموم بكل المناطق الجنوبية. يوم السبت بحول الله ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة مع تحسن في الوضعية الجوية، سحب عابرة بدون فعالية، أما الرياح ستبقى قوية نحو السواحل الوسطى والشرقية، واستقرار دائما في الوضعية الجوية نحو المناطق الجنوبية. يوم الأحد دائما سحب عابرة على كل المناطق الشمالية، لكن الرياح ستبقى قوية على كل السواحل وكذلك بالمناطق الداخلية الغربية، ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و35.